السلام عليكم، معكم أمين من قناة أمين جيمر. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة فيفا 23. إذا الماتش تاسع ضد فريق برايتون، فريق يمتلك عناصر ممتازة، الماتش غيكون صعيب شوية وخسرتو خارج الميدان ديالنا، كيكون واحد الضغط كبير. سيرا بارت، هدف أول في الدقيقة الثانية. حاليا فاردي هو الهداف ديال الفريق، فيما تيكون في بوست ديال لاتاكون ولا اللي تكون حاضر في التشكيلة الأساسية كيسجل. ربح الفريق في مانشستر صراحة، مع العلم أن العمر متقدم فيه 35 سنة، ولكن باقي الإمكانيات. ديخيا ينقذ الموقف، فريق براتون كانوا يسجلون لنا هدف التعادل، ولكن ديخيا كان لي رأي آخر. ما خرجش بزاف، شوف الصلاة، كرة ما كانت صعبة على ديخيا. على ما يبدو بأن هناك هدف في المباراة الجارية في ملعب لندن، الهدف الأول لمصلحة ولفرهامبتون. النتيجة الآن تعادل إيجابي بهدف لكل فريق. فرصة للتسجيل. آي 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 لفاردي، برافو برافو فاردي. تدخل ناجح لاستعادة الكرة. فيردي يحافظ على كرته، والان عند وان بيساكا، والان مع برونو فرنانديز، ممكن جول. الكره في الملعب رغم التصدي قوي الفريق مانشستر يونايتد حاليا، لكن في النهايه ركله مرمى. لوك شو، تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. اي لو لو فاردي نشيط في هذا اللقاء، فاردي محيح في هذا الماتش. يخرج بنجاح ويمسك في هذه الكره، حلوه من الدفاع، خلصها وافتك الكره. اليكسيس فرصة للتقدم أمام مارسيال، وتدخل رائع هنا يحسم الموقف ويوقف الخطورة. نعود الآن إلى الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة هنا تقدم مانشستر يونايتد بفارق هدف. علاش فريد؟ علاش؟ عليهم بأن يكونوا أكثر جدية، أكثر مغامرة، أكثر جرأة للبحث عن هدف يعيدهم لهذه المباراة. هاني يا برونو، هاني، ماشي مشكل المرة الجاية. استعادة الكرة، الحكم يعطي الأفضلية لمانشستر يونايتد. راشفورد بدون ما يتحرك،
ما كانت صعبة على ديخيا. ماركوس راشفورد يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الفريق الآخر. يصدي ولا أروع من حارس المرمى. كان في احتجاجات كبيرة على ما يحدث من سلوك غير رياضي من الفريق الضيف في الوقت المتبقي. على ما يبدو بأن هناك هدف في المباراة الجارية في ملعب لندن. الحارس يخرج استكمالا للخبر المباشر مشاهدينا الذي وافانا به الاستديو قبل قليل. ننوه بأن ويست هام يونايتد قد تمكن من التسجيل في مباراته قبل لحظات ليتقدم بذلك في النتيجة بواقع 3 أهداف مقابل هدف. تسديدة قوية. ديخيا ينقذ الموقف. ديخيا 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 شحال من مرة عتقني ديخيا. هنا اعتراض ناجح لمسار الكرة. تمريرة ملعوبة. المدافع يقطع الطريق بكل فدائية. تاير الملاسيا. لا 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 مستحيل مستحيل. عادوا في وقت لا يعود فيه إلا الكبار. لم يرفعوا الراية البيضاء. بالروح المباراة ما تروح ما تروح ما تروح ما تروح. هدف التعادل. إذن النتيجة الآن 1-1. جيمي فاردي. مانشستر يونايتد لا يستسلم. يلعب لكسب المباراة في الوقت القاتل. ناري ناري على سانشو. زقلا عباد الله. مميز الضغط العالي في استعادة الكرة. ناري قد تكون كرة لكسر حالة التعادل. يا رب من على خط المرمى. ناري دو بوان عاوتاني تاعوك. إذا الماتش الثاني ديال منافسة كاراباو كاب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. الجولة الرابعة. مسرح الأحلام اليوم يشهد تصاقم. ولعبوا كونتر فريق ويست هام. حاضرة في مباراة اليوم. معكم محدثكم فارس عواد. إذن على بركة الله. ومع مباراة ضمن إطار منافساتهم نهائي كأس كاراباو. حيث سيكون أكثر في البطولة خاصة مع وصولنا لكرة هدف الآن. اعتراض قوي للكرة. كوادرادو. خوان كوادرادو يا حربة وحيد يتواجد في تشكيلة الفريق اليوم. هناك الكثير من الخيارات في الهجوم. كرة بشكل جميل. التسلل موجود لأن توقيت الانطلاقة مهم جدا. السرعة الكبيرة يمكن بأن يستغل الفريق في كثير من الخطط من أجل اختراق سرعة إلى هذه اللقطة. شوف الكرة التي غيرت مسارها. والله تيخي كاتريان بارات. لمسة واحدة أبعدت الكرة. كان ممكن صراحة الطولية ضغط قوي جدا. تعامل جيد في إبعاد الضربة الركنية. يضرب الآن. تصدي بكل ثبات. نو كومنت. برافو ديخي. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء. بمهارة عدى فيها. تخلص من الرقابة. جايا. كرة عرضية لكن بوقف المدافع. كتحيد كرة كتمشي لي. ترى خانقوني خلوني نقلب على خاطري. انطلاقة هجومية من جانب فريق ويست هام. خوان كوادرادو. عرضية داخل منطقة الجزاء. والهدف يأتي. الضغط مستمر. عندي منبوذ.
خرج من وراه وماركا انتم كيفاش تدار لا الله اعلم هذا حيدته شو خرج من وراه وماركا شوف الهدف الجديد في هذه اللقطه ينطلق بكل قوه في مناطق الخطوره تصدي والنتيجه تشير الى تاخر مان يونايتد لكنه بالتاكيد لم يخسر بعد واضح بان هناك مشكله هجوميه يعاني منها بيكورست الكره مع سانشو يا طوانا كريستيان إريكسن دقيقتين كوقت بدل ضايع مانشستر يونايتد يلعب على الطرف الان بشكل جيد ايقاف هجمه في رايي سيكون هناك بطاقه صفراء بدون شك غياب التركيز اثناء التمرير خلونيش نلعب في هذا الماتش هذا في البرومي ميتون نتمنى تاركوا الموقف توزيام ميتون من هذه المباراة هنا مانشستر يونايتد يتأخر بفارق هدف وبالتأكيد لم يخسر المباراة بعد بيلعب الكرة في المنطقة فرصة لهجمة مرتدة في هذه اللحظات عنده فرصة للتسجيل الخطورة مستمرة ناري على إريكسن بشير ما يمكنش الله ما يمكنش استمع الى اصوات الجماهير بيكورست الجماهير تنتظر تصويبه كره الله تشب السيف ضاعت الكره هنا بعد التمريره تفتقد للدقه الان نلقي الضوء على المواجهه القادمه لوست هام يونايتد عندما يواجه فريق مانشستر يونايتد هي ضعيفه والحارس يوقفها بدون معاناه تاير الملاسيا عمل جيد كره من الخروج بيكورست كريستيانو واخيرا اخيرا كيتسجل الهدف التعادل دقيقه 70 عن طريق اللاعب إريكسن تمريرات جميلة من وست هام يونايتد كانت نقلات مميزة لكن يبدو حديثي عنها جاء بنتائج عكسية تقارب كبير مشاهدينا في الإحصائيات مباراة تتحدث فيها عن الاستحواذ تتحدث فيها عن الأرقام اللي تعبر عن ما يحدث في أرضية الملعب من ندية من إيثان مارسيال أوه لا مارسيال شكت كندير يا مارسيال راح مارتينيلي وبعد ترتفع أصوات بينية خطيرة من جانب سانشو الكرة بتتخلص في هذه اللحظات سير أنطوني سير فرصة للتقدم في النتيجة في توقيت قاتل مهم الترتيب مانشستر يونايتد لديه لقاء في الجولة القادمة ضد نادي وست هام يونايتد ضغوط كبير في دقيقة من هدف كان يعني الخسارة يستمر في التعادل الآن الحارس يعني الكرة الرأسية النهاية إمكانية حقيقية من أجل خطف الفوز في وقت قاتل الهدوء يا لبراعة حارس المرمى من هذه المسافة خطورة قائمة بعد فشل في تشتيت الكرة فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات فرصة خطيرة هنا فرصة مستمرة أي تألق من حارس المرمى يحافظ على تعادل فريقه في وقت قاتل ما عندي من نقول الهدف من انفراد والله ما عندي من نقول فضل الكورة هذه اللي تسجل فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي يتقدم إلى الأمام كرة خطيرة للتقدم هدف في الدقيقة الأخيرة وهدف تأهل النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب ولا فاران
فاينلي 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 كاليفيكاسيون مول الدور الجاي. صراحه ماتش كان صعيب بزاف. الى عجبكم هذا الفيديو جيم واشتراك وبارطاج، وما تنساوش تفعيل زر الجرس.